السلام عليكم، أهلا بكم مشاهدينا لعدد جديد من برنامج في العمق، ونخصصه اليوم لكارثة زلزال المغرب. إذن يهز زلزال المغرب مشاعر شعوب المنطقة العربية والمغاربية، تعلو العاطفة تضامنا مع الشعب المغربي الشقيق رغم كل ما رسم من حدود بينهما جغرافيا ودبلوماسيا. زلزال درجات 7 في مراكش وصل أيضا العلاقات بين الجزائر والمغرب. تتراجع الجزائر عن قرارها إغلاق مجالها الجوي مع الرباط المعلن منذ أوت 2021، وتقرر فتحه أمام رحلات لنقل المساعدات الإنسانية والجرحى والمصابين وفق بيان الرئاسة، إلا أنه بيان متأخر عن غيره من بيانات العون العربية والدولية. الرئاسة الجزائرية أبانت استعدادها التام لتقديم المساعدات الإنسانية ووضع كافة الإمكانات المادية والبشرية تضامنا مع الشعب المغربي الشقيق، لكن في حال طلبت المملكة المغربية ذلك. رغم توافد الطلبات الكثيرة والتجهيزات لإمداد الرباط بالمساعدات الإنسانية من كافة أنحاء العالم، غير أن الجسور الجوية التي عادة ما تبنى مع الدول المنكوبة حتى الآن لا تلقى إجابة، ذلك أن السلطات المغربية لم تخرج إلى حد اللحظة بأي رد فعل عما بدر من النظام الجزائري. نسأل في العمق عن رسائل النظام الجزائري من وراء مبادرته، هل هي إنسانية بحكم الكارثة التي يمر بها الشعب المغربي أم أنها تحكمها أبعادا سياسية؟ لماذا يربط عرض المساعدة الإنسانية بموافقة المملكة المغربية وهي المنهمكة في كارثة طبيعية تلملم أولى أثارها؟ هل النظام الجزائري بصدد مبادرة النظام المغربي عرض المساعدة المشروطة في أوت 2021؟ كيف كان يمكن استثمار هذه المناسبة لجب وإصلاح العلاقات بين البلدين؟ وما ظهر من تعاطف شعبي، هل سيسقط يوما يسقط التشنجات السياسية بين البلدين؟ إذن لمناقشة هذا الموضوع أسعد باستقبال ضيفي هنا في الأستوديو السيد عبد الله أنس المحلل السياسي. أهلا وسهلا بك سيد عبد الله أنس عبر سكايب من مونريال. السيد جبلة صايغي الناشط في الجالية الجزائرية، ومن لندن الطيب الغلوفي الكاتب والباحث في الشؤون المغاربية. أهلا وسهلا بكم ضيوفي الكرام. ولعلي أبدأ معك السيد عبد الله أنس، ما ظهر من تعاطف شعبي ومن عاطفة جياشة ومن تضامن ومحبة وبكاء على الهواء من الشعب الجزائري عبر خطوط الهاتف المفتوحة اليوم بقناة المغاربية، ما الذي يمكن أن يعكسه على ساحة كنا نعتقد أن العلاقات المقطوعة بينها بين الجزائر والرباط قد قطعت أشياء كثيرة؟ في البداية أشكرك على السيدة دلولة على الاستضافة ومن خلالك قناة المغاربية ومشاهديك الكرام وضيوفك أيضا الكرام. الحقيقة يعني الموقف جلل ومحزن، ولا ينبغي أن نذهب إلى ما يذهب إليه بعض المحللين من التعامل مع هذه الكوارث ومع هذه الشدائد والأزمات التي تصيب الشعوب، وأحيانا يصنفونها بمدى يعني تقوى أو إيمان أو هذا الشعب دون ذلك، في حين هذا ليس مراد الله سبحانه وتعالى. يعني الله وصف نفسه في القرآن الكريم، الله لطيف بعباده، يعني بكل مخلوقاته بكل عباده، وهذا ليس دليلا يعني ربما أن يقول لك المنطقة الفلانية لأن فيها سواح وفيها شواطئ والمنطقة الأخرى فيها ما فيهاش متدينون كثير وكذا، لكن لما تشوفي هذه الأزمات العالمية هذه ممكن تضرب في طوكيو، ممكن تضرب في تركيا وهي بلد مسلم، وممكن تضرب في المغرب هو بلد مسلم، وممكن تضرب في أي مكان هذه الزلازل، والأصل فيها أن يتعاون بنو البشر
أن يتعاطفوا مع بعضهم، أن يتراحموا مع بعضهم، لا أن هذا التفسير لا سمح الله الذي يدل على نفوس يعني مريضة، وكأنك أنت بدل أن تقف مع المنكوب مع الضحية يعني وكأنك تتشفى يعني هذا بسبب أنه لا يصلي الفجر في المسجد. ونسمع بعض التحليلات في الفيسبوك هي يعني ليست صحيح أنها قد تذكر الخلق، تذكر ربما إذا واقعين في مظالم، إذا واقعين في اعتداءات على بعضهم، أن هذه الدنيا لا تساوي شيء، والإنسان لم ينبغي أن يكون رحيما مع أخيه، أن يكون عادلا مع أخيه، يعني وراها معاني كبيرة. فأنا أردت بهذه فقط كمدخل، ولكني أنا على يقين أن ساعة أو ساعتين لا تكفي لحصر والتفاعل مع العاطفة الجياشة التي أنا تابعت المغاربية اليوم يعني في أكثر من ساعات كثيرة، وأنا أتابع شيء غير قابل للوصف، يعني عاطفة، تراحم، إحساس من الشعب الجزائري، أكثر من إنسان رأيته وأعمار مختلفة تنهمر دموعهم من البكاء، ألا يجدوا ما ينفقوا وكيف يقفون مع إخوانهم في المغرب، مما يدل على شيء واحد. تذكرت قول الله تعالى: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. الحقيقة يعني اللي يشوف المشهد، التشنجات السياسية وأجندات الحكومات والبروباغندا القائمة على الإعلام المضلل سواء المكتوب والمرئي والمسموع، يقول خلاص هذه الشعوب كرهت بعضها ولم تعد تعطف على بعضها، تأتي أزمات مثل التي رأيناها اليوم، وأرجو الله ألا تتكرر. وتقول لك يعني بدليل قاطع: الأمة بخير، أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تزال بخير. وهذه التأثيرات التي نراها، التأثيرات السلبية والتأثيرات الحكومات كما قلت لك، لم تؤثر في الشعوب على الإطلاق. وأيضا دعيني أذكر بشيء واحد هنا: الرسول صلى الله عليه وسلم عندما وصفنا حقوق المسلم وصف لنا حقوق المسلم على المسلم في معايير تتعدى القطرية، تتعدى العرقية، عربي وأمازيغي وكردي وتركي وأفغاني، وهذا نظام ملكي وهذا نظام جمهوري. هذه التصنيفات السياسية، الحقوق التي وضعها الإسلام من المسلم على أخيه تتجاوز كل هذه الأطر. يعني أنت يعني بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، أخاه المسلم هذا لا يجوز لك أن تحقره. بعد ذلك اختلفت حكومتك وعشيرتك وقبيلتك وحزبك اختلف معه على أمر اقتصادي، على أمر زراعي، هذا كله لا يعفيك من عدم احتقار أخيك المسلم. فكيف إذا كانت مطالب بس تقف معه، تقف معه معنويا وتقف معه ماديا؟ وأنا على يقين لو كانت الحدود الجزائرية التونسية الليبية المغربية مفتوحة لكنت رأيت الآن آلاف الشاحنات معبأة من المنطقة المغاربية وذهبة إلى المغرب لتوصيل المساعدات. فإذا هذه المعاني كما قلت لك التي لا يمكن أن نحصرها في برنامجكم وهو لا يتسع، تعيد الكرة إلى أصلها، وهو أن تضامن المسلمين مع بعضهم لا يمكن أن تحده التصنيفات السياسية والتموقعات الإيديولوجية والتموقعات أجندات الحكومات وأجندات هذه العاطفة الجياشة التي رأيناها. ورأينا أيضا يعني المكالمات كانت مفتوحة اليوم، أنتم خصصتوا أظن بعض البرامج للاتصال يعني بدون مغاربة من فرنسا وجزائريين ومن بلجيكا ومن إسبانيا ومن كل العالم، جزائريين من داخل الجزائر يبكون ومغاربة من داخل الجزائر يشكرون الجزائريين ويشكرون والحمد لله. يعني حتى الآن توجت يعني فرضت حتى على الحكومات أكثر من 70 اتصال عبر كل حصة تناولناها اليوم، يعني حتى فرضت يعني حتى تفرض حتى على الحكومات أنها تخجل من نفسها وتعمل خطوة للخلف. في الحقيقة يعني الله كما مثل ما قلنا، ربي سبحانه وتعالى يعني لطيف بعباده،
ولكن أحيانا بعض الأضرار وبعض النكبات تعطيك تخرج لك الجوهر الحقيقي، النفسية الطيبة، الجوهر الأصيل الذي يعني تنطوي عليه هذه الشعوب. فما بالك لو أتيحت لهم الفرصة في إيجاد قيادات سياسية تحمل مشاريع وطنية، تحمل مشاريع وحدوية. معنى هذا دليل قاطع على أن الشعوب نفسيا وذهنيا وثقافيا ودينيا وجاهزة لأن تذهب بعيد في. وسنرى إلى أي مدى يمكنها أن تذهب بعيدا باستقبالنا سيد جاب الله الصيغي. سيد جاب الله الصيغي، فيما برز من عواطف ومشاعر جياشة اليوم عبر الاتصالات عبر قناة المغاربية في التضامن مع الشعب المغاربي، برأيك ما الذي يمكن أن يعكسه هذا الانفعال الإيجابي من كلا الشعبين؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لك أختي وتحية لضيوفك الكرام ولكامل الشعب ولكامل مشاهدي قناة المغاربية. أولا أقدم عزائي لكل عائلات التي فقدت عزيزا أو حبيبا أو غاليا عليها في هذا الزلزال المدمر، وكذلك تمنياتي بالشفاء لكل المرضى وتضامني المطلق مع الشعب المغربي. هذا الزلزال الأليم الذي حل بشقائنا وإخواننا في المغرب الشقيق في الحقيقة يبين أن أغلبية الشعب الجزائري كما هي أغلبية شعوب شمال إفريقيا تبقى منفصلة شعوريا وثقافيا وفكريا وحتى سياسيا عن حكامها. لذلك نرى في مثل هذه بمجرد أن تكون هناك مناسبة سواء كانت في فرح أو في حزن أو في غيرها إلا ونجد هذه الشعوب قد التأمت من جديد وتضامنت وتعاطفت وتكاتلت مع بعضها، لأن في الحقيقة شعب واحد، الشعب شمال إفريقيا، تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا ومالي وحتى النيجر وغيرها، كلها شعوب شمال إفريقيا، شعب واحد. ما فرقها هي مجرد حدود وضعها الاستعمار لتفكيكها، ثم بعد ذلك ثبتها حكام في أغلبهم هم عملاء يخدمون مصالح أجنبية على أن يخدموا شعوبهم. هذه الحقيقة. لذلك كل ما يعني سنحت فرصة لهذه الشعوب أن تظهر فعلا يعني حقيقتها، أنا لا أقول كل الشعوب طبعا لأن هناك من يتأثرون بسياسات الأنظمة ومن يلعبون نفس لعبة ويسقطون في نفس لعبة الأنظمة المختلفة وربما يحقدون ويكنون بعض العداء يعني الشكلي أو الغير مبرر لبعض الشعوب، لكن تبقى هذه المجموعة قليلة. أنا لا أقول أنها غير موجودة، وهذا ما نلاحظه ربما تكلم عليه الأخ أنس في المداخلة وأشار إليه في أنه نجد في الفيسبوك هناك يعني ربما من يتشفى أو غير ذلك، لكن هذه تبقى أقلية وأقلية صغيرة جدا. ولعل كل هذه الأشياء تسقط في نظر الشعوب أمام بعض المشاهد التي تصل وهي يعني تدغدغ الضمير الإنساني. نتابع هذه الأمة التي فقدت كل عائلتها في هذا الزلزال. مات لي 4 الدراري والرجل. ايت منصور عبد الرحمن مصطفى. ايت منصور مصطفى. حسن. إلهام. غزلان. إلياس. داك الشيء اللي عندي راه مشى ليا. بقي لي ربي وحدي هذا الشيء اللي كتب الله هو هذا. مدورتها ما قرا. مدورتها ما قرا. وقد تظل أم من غير عائلة، وقد يظل رضيع من دون من يهتم به. في هذه الإشارة لهذه الرضيعة التي أنقذت اليوم من تحت الأنقاض. الله يجازيكم بخير، عتقوا هذا الدوار. الله يجازيكم بخير، عتقوا هذا الدوار.
سيد أنس، ربما الاستراتيجيات التي ترسم للبلدان والتي رسمت في المنطقة المغاربية والتي كان يبحث فيها كل نظام عن مصلحته، هل يمكن اليوم للشعوب أن توحدها المحن بعدما فرقت كثيرا بينها استراتيجيات الدول والنظامين بين الجزائر والمغرب؟ بلا شك، بلا شك. يعني الآن لعلك تلاحظين والمشاهد الكريم، يعني كل ما مرت هذه الشعوب بأزمات، شفنا كيف مرت أيام الربيع العربي، وكيف يعني هناك أكثر من أزمة تعطي مؤشرات بأن كل هذه النعارات التي تتعرض لها هذه الأمة أو بني الإنسان عامة، يعني حتى احنا بعض الأوقات حتى لا نخطئ نقول فقط هذه الأمة، ترى الإنسان بطبعه رحيم بالإنسان الآخر، واحنا شفنا يعني مظاهر ومشاهد من غير المسلمين كيف يتعاطفون يعني مع أزمات، مع مظالم، مع حرمان، مع شعوب أخرى قد لا تكون معها في نفس الدين ولا تكون من قبلتها، ولكن الكارثة دائما تكون لما تتعارض مع يعني جشع السياسيين، طموحات الحكومات الغير مشروعة، حتى لو يكون الطموح مشروع لا بأس به، أحيانا لما يكون غير مشروع، فهذه الأجندات أحيانا يتصور وكأنها تمكنت من الشعوب في تفرقتهم، فتأتي هذه الأزمات وتعيد الأمور إلى ما كانت عليه، أنه ما تأثرت أبدا. وكيف يمكن أن تمحوها وهي ضاربة في أعماق التاريخ، في أعماق الآن؟ أنا هنا أتكلم يعني هذه المنطقة المغاربية، يعني بالإضافة إلى أنها هي يعني ما يربطها من قواسم مشتركة مع الإنسانية، لكن أيضا عندها خصوصية، عندها خصوصية. يعني أنا ربما حالة يعني فقط قدامك، يعني حالة من الحالات، أنا على يقين آلاف الحالات في المغرب وآلاف الحالات في الجزائر، أنا كلما أتذكر يعني يحزن قلبي وممكن أبكي يعني أحيانا. يعني أثناء الثورة جدي زناتي الله يرحمه ماتت زوجته ستي، وتزوج خالتي فاطمة من المغرب من وجدة، وكثيرة هي الأسر التي، ولذلك قلت لك أنا أتكلم لك كمثال حي قدامك، ولكن على يقين عشرات الآلاف من الحالات. أكيد، ولعلنا ينبغي أن في عجالة ينبغي أن نأخذ اتصال مراسلنا من المغرب نبيل عبد اللاوي من مراكش. نبيل، لو تحيطنا بآخر المستجدات وأنت في إقليم الحوز حيث ضرب الزلزال بشدة ليلة أمس، تفضل. ألو نبيل، نسمعك، تفضل. ألو نبيل عبد اللاوي، نسمعك، تفضل. مرحبا، اهلا بك نبيل، تفضل. ما هي اخر المستجدات؟ نعم تفضل. يبدو ان زميلنا نبيل ما يزال غير على العموم. على العموم اذا كنت تسمعونني فالوضع الان على حاله، يعني المساعدات صراحه بدات الان تصل فعلا إلى المنطقة التي كنا فيها قبل قليل. صدفنا في الطريق يعني قافلة من المساعدات العينية سواء الرسمية أو الشاذية، قطعنا الشعوب منها الذي الآن في طول سائلة مناطق الزلزال لمساعدة المسلمين، خاصة في المناطق التي تعاني من برودة الطقس في الليل. طبعا التغطية المستمرة المباشرة للقناة المغاربية لقيت استحسانا ملحوظا من طرف المتتبعين في المغرب، خاصة الدعم الشعبي غير المنقطع النظير من الإخوة الجزائريين الذين من خلال مكالماتهم عبروا عن الروح المغاربية الحقيقية والروح الوطنية التي تتجاوز كل الخلافات السياسية وتلقيها جانبا لتقف مع الشعب المغربي في هذا المطاف الجلل. ليس الشعب الجزائري وحده حقيقة، ولكن كل الشعوب العربية والشعوب الإنسانية التواقة للحرية، لكن مغاربيا فتونس والجزائر عبرت بالفعل خاصة على المستوى الشعبي عن حجم التأزر. تونس كانت على من أرسلت مساعدات مباشرة، لكن الموقف الرسمي الجزائري لحد الآن يعني قدم فتح الأجواء
وقال عبر البيان بأنه سيقدم مساعدات في حالة طلبها، لكن في الحقيقة المساعدات يمكن أن تبعث مباشرة للمناطق المتضررة من السودان، فإن المغرب كاعتقادي لن يرفضها إطلاقا. بالعموم بقوتكم بالمستجدات في كينيا. شكرا جزيلا لك زميلنا نبيل عبد اللوي، كنت معنا من إقليم الحوز في مراكش وسط جنوب المغرب. شكرا جزيلا لك. نواصل معكم هذه التغطية، نتابع هذا البيان الذي صدر عن الخارجية الجزائرية منتصف نهار اليوم بعد زلزال المغرب. أذكركم مشاهدينا الكرام ببيان رئاسة الجمهورية الذي أوردناه خلال النشرة على إثر الزلزال العنيف الذي أصاب مناطق من المملكة المغربية. أبدت السلطات الجزائرية العليا استعدادها التام لتقديم المساعدات الإنسانية ووضع كافة الإمكانيات المادية والبشرية تضامنا مع الشعب المغربي الشقيق، وذلك في حال طلب من المملكة المغربية. كما قررت السلطات الجزائرية العليا فتح مجالها الجوي أمام الرحلات لنقل المساعدات الإنسانية والجرحى والمصابين. من بعد بيان الرئاسة كان هناك بيان آخر للخارجية نتابعه سويا. أمام هذا المصاب أعربت الجزائر اليوم في بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أعربت عن سادق تعازيها للشعب المغربي الشقيق، وجاء في البيان: تتابع الجزائر ببالغ الأسى والحزن تداعيات الزلزال العنيف الذي أصاب عدة مناطق بالمملكة المغربية، وتتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا وللشعب المغربي الشقيق، مع خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين. سيد صايغي في مونريال، كيف يمكننا أن نقرأ هذين البيانين من الخارجية والرئاسة الجزائرية في أن تفتح المجال الجوي مع المغرب، وأيضا في أن تقيد شرطها بالمساعدات الإنسانية بموافقة السلطات المغربية، في حين أن يعني بيانات الدعم والمساندة تهافتت منذ الساعات الأولى بعد وقوع الكارثة؟ بالحقيقة هذا الموقف في حد ذاته يعني بصفته المطلقة هو موقف جيد، ولا يمكن لأحد إلا أن يباركه وأن يشجعه إلى غير ذلك، هذا من ناحية الإنسانية. لكن أن يأتي الموقف الرئاسة مشروطا بطلب المساعدة فيدخل طبعا في إطار لعبة سياسية يديرها النظامان وليس النظام الجزائري فقط، يعني لقد سبق للمغرب وأن فعل نفس الشيء، بالتالي فهي لعبة سياسية يديرها الطرفان ويعني بغض النظر عن مواقف شعوبهما. لماذا؟ لأن المسألة بين الجزائر والمغرب في الحقيقة في رأيي الخاص أنها وصلت في حالة من التعقيد إلى درجة كبيرة جدا، ودخلت فيها أطراف أخرى خارجية من خارج البلدين. لذلك إذا لم يسارع النظامان في هذه الفترة وفي أقرب الوقت لتدارك الوضع، فقد تصل العلاقة أو بين البلدين إلى نقطة لا رجوع. لكن ألم يكن يعني ألم يكن بالدافع الإنساني والكارثة الإنسانية والجوار والقرب أن تسقط مثل هذه الاعتبارات؟ نحن لاحظنا في زلزال تركيا كيف أن الدول التي لم تكن على توافق تام معها كاليونان سارعت إلى تقديم يد العون وطرح مساعداتها وعرضها من دون تقييدها بأي شرط. نعم بالضبط، هذا ما أردت قوله بأنها لعبة سياسية تدار بين النظامين، لأنه في مثل هذه المواقف يعني الإنسانية بغض النظر عن الدين أو العرق أو اللون أو إلى غير ذلك، ناهيك على أن العلاقات أو الإرث التاريخي بيننا مع المغرب أو مع أشقائنا في شمال إفريقيا نحن شعب واحد، فبالتالي من المفروض أن لا تكون مثل هذه العوائق. لكن رأيناها من النظام المغربي، كذلك نراها من النظام الجزائري، فهي بالتالي لعبة سياسية تدار بين النظامين بغض النظر عن مواقف الشعوب، لأن الشعوب كما رأيناها اليوم على قناة المغاربية وكما عبر عنها المواطنون عبر وسائل التواصل الاجتماعي كلها تدعم أو في أغلبها المطلق
تدعم الموقف التضامني وتدعم التضامن وتدعم التعاطف وتدعم التكاتل والتكافل إلى غير ذلك. فبالتالي أنا أقول تعقيد المواقف السياسية بين النظامين هو الآن أصبح خطر على هذه الشعوب الشمال إفريقية إذا كان صح التعبير، أو المغاربية إذا صح، يعني إذا صح القول هذا. من هنا أقول بأنه من المفروض أنه إذا لو كانت أنظمة فعلا شرعية وتستمع إلى شعوبها وتستمع إلى التاريخ وإلى الثقافة وإلى الجغرافيا وإلى المصالح المشتركة بين البلدان المغاربية، فمن المفروض أنها تسارع وفي أقرب وقت إلى إعادة العلاقات أو إلى فتح الملفات بكل صراحة وبكل شفافية حتى تعالجها بمنطق وبرشد وبراسيوناليتي باش تعيد العلاقات أو تعيد المياه إلى مجاريها مثل ما كانت عليه. لا ننسى أننا في يوم من الأيام في إبان حرب التحرير كانت المغرب والجزائر هما القاعدتين الخلفيتين للجزائر الثوار الجزائريين. لا ننسى بأننا شعب واحد، لا ننسى بأننا لنا لغة واحدة، لنا ثقافة واحدة، لنا أعراق واحدة. ربما في نظر كثيرين كانت هذه الحادثة وهذه الفاجعة فرصة لجب هذه العلاقات ورأب الصدوع بين البلدين. سيد أنس، أن يصدر هذا البيان من الرئاسة ومن الخارجية في منتصف النهار وليس في يعني في بداية النشرة على يعني عدم إيلائه الأولوية ككارثة إنسانية في البداية، ليس على اعتبار أنه في الجوار المغربي، وأيضا هناك من يرى أنه كأن الجزائر تعيد الكرة بالمثل للنظام المغربي حينما ربط مساعدته لها في حرائق 2021 بنفس الشرط إذا وافق النظام الجزائري. أنا أعتبرها يعني شيء إيجابي كما يقولون، لأن تأتي متأخرا أفضل من أن لا تأتي. ولكن أريد أن إشارة هنا إلى المفروض على اعتبار ما ينبغي أن تكون عليه الأمور. نحن لا نناقش الأمور من هذا المنطلق، نحن نناقش الأمور من وضع غير صحي أصلا. يعني ما كان ينبغي أن تكون عليه الأمور، ما في حتى حاجة جديدة ولا غريبة الجزائر تعمل بيان وتقول رايح نساعد الشعب الجزائري ونصير احنا المغربي ونصير احنا نتناقشوا فيه وكأنها نقلة نوعية وكذا. في الأصل ما لازمش يكون هذا أصلا. يعني ما تنسيش احنا رانا نتناقش في الأمور من مربع غير صحي، مربع غلط أصلا. يعني المفروض هذا عمل الشركات، عمل المساجد، عمل الجمعيات الخيرية، عمل الأحزاب بدون حتى إذن من حكوماتها على طول. يعني القطارات اللي جاية من الجزائر ورايحة للمغرب واللي راجعة من المغرب محملة، وهذا أمر من الجمعيات وما إلى ذلك. ولكن مع الأسف ما احنا ما ناش في هذاك المستوى بسبب هذه التشنجات السياسية، فصرنا نفرح حتى لما يديروا بيان حتى لو جاء متأخر ونثمنه لا بأس، يعني أحسن من ألا تأتي. ولكن في نفس الوقت يعني رغم أنه ما يشين بعض الأوقات، يعني هناك أشياء المفروض لست أدري هل قلة الخبراء ولا قلة المستشارين وكذا، وهذا وقع فيه أصلا الطرفان يعني وإن كان بتفاوت. الحقيقة أنا قرأت بيان المغرب يعني فيما يخص الحرائق نتاع سنة 21، يعني وإن كان يعني العبارة كانت كثير يعني دبلوماسية وملطفة أكثر من العبارة التي جاءت في يعني المغرب أيضا قال نحن مستعدون ليد المساعدة ويد العون إذا أذنت. الجزائر اليوم جاءت في آخر البيان إذا طلبت المغرب، يعني واحد يعني الذي يأذن ربما الهوى أقرب بكثير من اللي يطلب. يعني وكأنك تقول، يعني كنت نتكلم مع بعض الشباب اليوم وقلت لهم يعني استوقفتني هذه النقطة إذا طلب المغرب ذلك. الأصل في الإنقاذ، الأصل في المساعدة، الأصل في باش توقف مع إنسان سواء يغرق ولا ينحرق، ما تقدرش تقول هو يغرق ولا ينحرق وتقول له إذا تحبني نساعدك نساعدك. يعني طيب
افرض قال لك ما تساعدنيش، ممكن لانه راه مضروب في راسه، ولا راه هول الصدمه خلاه ما يتخذش القرار السليم. هذه كلها يعني لست ادري، انا استغربت يعني من الذي يعني ما فيش مستشارين، ما فيش ناس يعني عندهم عقول. يا اخي انت الاصل في الامداد، الاصل في الانقاذ بلا حدود. حتى برايك هل كانت حتى لو تسبني بعد ان اقوم بانقاذك والحمد لله انت بخير وكذا، بعدين تقول انت الله يخرب بيتك وكان غير خليتني نموت وكذا، ما يهمنيش، قول لي واش المهم، انا قمت بالدور نتاعي وخرجتك من الغرق وخرجتك من 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 الحريق. والله غير مفهومة، ما فهمتهاش. إذا طلب المغرب ذلك يعني معناه وكأنها تريد أن تقول له اكتب لنا طلب وإحنا نشوف ننظر فيه. هل التعليق بهذا الشرط هل هو تفويت لفرصة للنظام الجزائري من أجل أن يعيد أو يفتح باب للتشاور والتفاهم بينه وبين المغرب؟ لذلك قلنا يعني ربما كثير من المحن قد تخرج منها المنح. فالآن هاي الصورة قدامكم واضحة، يعني مما يعني أن الدبلوماسية المتشنجة، دبلوماسية حرق السفن، دبلوماسية حرق الخطوط الخلفية، دبلوماسية فاشلة. أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. الدبلوماسيات وتعامل الشعوب والمصالح العليا والتواصل تاع الشعوب ما يقومش على 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 نظرية بلاك اند وايت. احنا القرارات التي اتخذها المامرة يعني ولا كأنها يعني حصار شعب أبي طالب، يعني لا نزوجهم لا ننفجر معهم، يعني كأنها البند نتاع قريش يعني وكذا. طيب غريب أن جرت توقف. طيب هيا جاتك فرصة، هيا جاتك في حين أن هناك خلال، تفضل. جاتك هذه الآن هيا حالة أخرى اضطريت أنك تعاود تقول احنا مستعدين نساعد مع إخواننا وما نسعرف كذا، ما تعطيكش هذه كف سياسي ودبلوماسي أنك توقف عن السياسة الدبلوماسية المتشنجة، سياسة اللاءات، سياسة القطع وكذا، لأنك ظروف الناس واتصال بالناس والمصالح العليا والشعوب والتجارة والبزنس لا يقوم على هذه القرارات القطعية الأوحادية. وهذا فقط يعني ربما ما لا يتسع المجال لمناقشته، هاي في فترة قصيرة هاي تبين أنت المغرب بأمس الحاجة إليك، هذا قدمت مساعدة، ما يهمنيش أنا قدمتها فقط يعني للتسويق ولا قدمتها فعلا أنت تعنيها وكذا. المهم فيه انعطافة. يا أخي أنا كنت من أول يوم نتجنب هذا الانعطافة وهذه القرارات الدبلوماسية الحادة المتشنجة وما كنتش مرتاح. فالحقيقة فيها أكثر من اعتبار التي يمكن أن تحول هذه المحنة إلى منحة. وربما في المنطقة من تدارك الأمر وصحح ربما مسار العلاقات بينه وبين المغرب كما جرى الحال مع تونس التي كان غضب بينها وبين المغرب في استقبال الرئيس قيس سعيد لرئيس جبهة البوليساريو العام الماضي. ينضم إلينا السيد طيب الغيلوفي الباحث والكاتب في الشؤون المغربية، أهلا وسهلا بك. كيف يمكننا أن نقارن بين بيان الرئاسة الجزائرية والخارجية الجزائرية وبيان الرئاسة التونسية التي ذكرت فيه أنها تقدم كل إمكانات تونس على معرفتنا جميعا بمحدوديتها أمام إمكانات الجزائر ووضعها تحت تصرف المملكة المغربية؟ كيف يمكن مقارنة هذا الموقف التونسي ربما المسارع إلى المغرب على قلة حاجته؟ كيف يمكن أن نقارن التآزر من رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي وبلده في حرب أمام موقف الجزائر مع المغرب؟ تفضل. شكرا على الاستضافة. الحقيقة أولا خليني يعني أعبر للشعب المغربي عن تعزية الذين يعني كانوا ضحايا هذا الزلزال الرهيب، وتعاطف مع الأهالي الذين فقدوا إما ديارهم أو أحد من أهاليهم. كل التعاطف إذن والمساندة للمغرب الشقيق. يبقى ما ذكرتيه عن تونس هو نوع من على كل حال هو جيد أن تسارع في نجدة إخوانك، هذا جيد. وتونس تقليديا على غير ما كان سياسة قيس سعيد لن تدخل في الصراع ما بين المغرب والجزائر حول الصحراء الغربية، كانت تعتبر نفسها على الحياد، وإذا ما استطاعت أن تقرب بين وجهات النظر لا تكون طرف فيها. قيس سعيد ذهب يعني ذهب خاطئا وعلى غير ما تعرف عرف عن تونس، كانت دائما تقف على الحياد.
الذي جرى اليوم الموقف التونسي يعتبر جيد وربما هو تراجع عن ما كان فيه يعني أخذ من جهة مقابل جهة أخرى. يبقى يجب الانتباه هنا أيضا أن المنطقة المغاربية هذه منطقة واحدة، شعب واحد، يعني منذ أيام حرب التحرير عبد الكريم الخطابي أسس مكتب ما سماه مكتب المغرب العربي، كان يجمع الثورة الجزائرية والثوار تونس ضد الاستعمار الفرنسي والثورة الجزائرية وثوار ليبيا، فكان كله يعني كلها تم إحساس أنه وحدة شعوب المغرب هذه كلها كان يجب أن يكون هدف، وكان ليس بالضرورة يكون اندماج، على الأقل تعاون الذي رأيناه. ها رأيت الأوضاع، حرب قائمة بين المغرب والجزائر وصراعات لا تنتهي، والناس كلهم قالوا آن لكم أن تنتهوا على هذا المسار المدمر لمنطقة المغرب. المنطقة المغربية تحتاج الآن أن تجتمع، أن تتعاون، أن تكون. لكن السيدة الغلوفي أكيد أنها تحتاج إلى التعاون وإلى أن تخدم بعضها بعض، لكن بيان الرئاسة التونسية فضلا عن أنه جيد لكنه كان يمثل المساعدة الحقيقية، الطريقة الحقيقية للمساعدة. لما برأيك عجز بيان الرئاسة الجزائرية والخارجية الجزائرية على أن يقدم المساعدة في صورتها الحقيقية، في الصورة التي يمكن أن تمثل أمام الكوارث؟ أنا حضرت اليوم في بعض المؤسسات الإعلامية وكثير منهم وبعض الضيوف يعني تفاجأوا من الموقف الجزائري. فتحنا الأجواء أمام المساعدات، يعني هكذا دولة جارة، دولة شعب واحد، سواء كانوا عرب أو أمازيغ، شعب واحد، تاريخ واحد، في التاريخ كانوا أمة واحدة. يعني تقول مساهمة الجزائر، مجهمة الجزائر العظيمة الكبيرة، جزائر حرب التحرير، تقول فتحت الأجواء للآخرين، وهو أخوك أمامك يموت، كيف هذا؟ يعني هذا أصبح أمر. أنا حقيقة يعني بعض الأصدقاء المشارقة تفاجئوا من الموقف الجزائري، تفاجئوا لأنه كانوا ينتظرون الجزائر تقول نحن على الحدود ننتظر الإذن بالدخول، أو تقول نحن أرسلنا، لأنك أنت تكون وقتها في موقف أخلاقي متقدم، تقول أرسلنا أو دخلت فرق للإنقاذ. لم يكن المغاربة ليمنعوا الجزائريين من الدخول وإنقاذ إخوانهم. يعني حقيقة أنا كنت متفاجئا، وكنت أرى أن الجزائر مؤهلة أن تكون في مقدمة الذين يصلون للمغرب، وتكون في مقدمة الدول التي تعين، وتكون الدولة التي ربما حتى توجه نداء عالمي من أجل إنقاذ الإخوة في المغرب. هكذا كان الموقف الجزائري الأخلاقي القوي الذي يجب أن يكون. ولكن مع الأسف ورغم ذلك هذه فرصة، ما زال الإخوة الجزائريين وكأنه تسجيل موقف، نطلب الغريق أو المحروق أو الجائع، لا يطلب، الجائع ينتظر حتى يعطى ولا يطلب. وأنا تمنيت أنه يعني الوزارة الخارجية أو المسؤولين في الجزائر ينتبهوا لهذه المسائل، لأنه هذا الطريق الذي وصل إلى كارثة بالمنطقة المغاربية، هذا الصراع الذي لا يريد أن ينتهي وأطراف لا تريد أن تنهيه في داخل الجزائر وفي الدول القوة العظمى التي تفرق بين المغاربيين. ربما نستذكر سيد الغلوفي، ربما نستذكر في زلزال تركيا كيف أنها لعبت الجزائر دور بارز جدا، حتى أشيد به فرق حماية المدنية التي كانت سباقة إلى إنقاذ الكثيرين. لما توانت؟ لما تأخرت؟ هل فشلت في امتحان إنسانية، في أن تدير امتحان إنسانية بينها وبين الجارة المغرب؟ هو شوفي الحقيقة، شوفي يقال للشعر العربي قال إن المصائب تجمع المصابين. يا أخي في المرة الماضية كانت الجزائر فيها حرائق مهولة، والآن المغرب فيها زلزال. كان المفروض هذه المصائب التي اشترك فيها البلدان أن تكون مجال للالتقاء، الفرصة. التاريخ مرات يعطيك فرصة حتى تصحح مسار. المغرب والجزائر أعطتهم هذه المحن
فرصة حتى ينسوا هذه الخلافات، حتى على الأقل يقع التخفيف منها. وقت اللي أنا أعين أي واحد يقولون والله شوف شوف هذا هذه 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 علامة من علامات الأخوة، ولما يجي المغربي ويعين في الحراك يقول الجزائريون شكرا جارنا وأخينا من المغاربة جاءوا إلينا، وهكذا حتى يقع التخفيف وتكون خطوة لجاج تجاوز هذه الخلافات. المشكل إنه هذه المحنة التي تأتي لا تقربنا، دليل على أنه عقل لا يشتغل حقيقة، دليل على أنه العقل لا يشتغل. مرات معناها تصبح أنت تشتغل ضد مصالحك، لأنه لا يمكن، لا يمكن في الجيوبوليتيك لا يمكن يكون مصالح المغرب مختلفة على مصالح الجزائر. الشعبين يتكاملان في الاقتصاد تماما، وربما قلوب الجزائريين معلقة حاليا بما يجري في المغرب. وقد ننقل الآن عن مراسلنا، هناك تجدد هزات ارتدادية في المغرب في مراكش، وأيضا ننقل البيانات الأخيرة والإحصاءات الأخيرة لوزارة الداخلية المغربية التي تحصي حتى الآن 1305 قتلى في هذا الزلزال ونحو 1832 جريحة. كل هذه الحصائل وكل هذا الوجع ردت عليه دول عربية ببيانات مساندة وتضامن مع الشعب المغربي ومع السلطات المغربية، نتابع ذلك. إذن نذكركم بآخر المستجدات التي استقيناها من مراسلنا، حيث سجلت هزة ارتدادية أخرى في منطقة آل زمير في إقليم أحواز جنوب مراكش، وهي في جنوب وسط المغرب، هزة ارتدادية جديدة نأمل ألا تسجل ضحايا آخرين. سيد ساغي، في هذه البيانات التي وردت عن مسؤولين عرب وفي البيانات الأخرى التي وردت من مسؤولين أجانب، كانت كلها من قبل يعني الرأس الأول في البلاد، أمريكا جو بايدن، روسيا فلاديمير بوتين، زيلينسكي، أمير قطر، رئيس دولة الإمارات، كلهم أبدوا مساندتهم للمغرب، تعزيتهم للشعب المغربي،
طرح المساعدات والاستعداد لأن يقدم يد العون للشعب المغربي. لكن ما كان لافتا في الجزائر أنه كأن هناك حاجزا بين البلدين في بيان الرئاسة أو بيان الخارجية، من أنه يعني تشعر وكأنه مبني للمجهول. لما هذه الطريقة في صياغة؟ هل هذا خطأ دبلوماسي؟ هل هذا يعني سقطة أخرى من سقطات النظام الجزائري في تعامله مع الأشقاء في المغرب؟ في الحقيقة أنا لست مفاجئا من موقف النظام الجزائري في هذه بهذا الموقف البائخ كما يقولون، أن الهزيل إلى غير ذلك. أنا لست مفاجئا، لماذا؟ لأني أعرف أنه نظام مجرم مع سبق الإصرار والترصد. هذا النظام يتعامل مع المغرب بطريقة يعني غريبة جدا، على يعني بالمقارنة مع كل يعني الدول الأخرى، سواء كانت هذه الدول لها علاقات مع الجزائر قوية أو ضعيفة أو لا، ليس لها علاقات إطلاقا إلى غير ذلك. السر في هذا يدرجه القائمين على هذا النظام بأسباب يعني لا معنى لها. وبالتالي في مداخلتي يعني السابقة قلت بأنه العلاقات وصلت، وأخشى أن تصل إذا لم يتدارك الأمر في أقرب وقت، أن يخشى أن تصل إلى نقطة لا رجوع. معناها يعني لن تكون أبدا هناك يعني أمل للإصلاح في هذه العلاقات، التي طبعا دمرها النظامان، وليس النظام الجزائري فقط، ربما النظام المغربي أكثر دبلوماسية نوعا من النظام الجزائري، ويتعامل بلغة أكثر دبلوماسية، لكن بالحقيقة هما مسؤولان عما يقع أو عما هو واقع الآن من يعني سوء العلاقات بين الشعبين المغربي والجزائري. وهذه العلاقات أو هذه المواقف لا تمثل الشعبين سواء كان المغربي أو الجزائري. لذلك لا مفاجأة. لماذا؟ لأنه كما قلت هذا النظام عرب سواء عن طريق تبون أو عن طريق شنقريحة أو عن طريق وزير الخارجية أو السابق أو اللاحق إلى غير ذلك، عن مدى يعني سوء تقديرهما وتقديرهم، وعن مدى يعني عدم رشدهم في إدارة العلاقة بين المغرب والجزائر. يعني كما قلت لهم علاقات مع الإمارات، وهي لها دور كبير في إفساد العلاقات بين دول المغرب، لهم علاقات مع مصر، لهم علاقات مع وكل هذه الدول لها علاقات مع إسرائيل وغير ذلك. المسألة اليوم هي لعبة سياسية، موقف محتشم جدا أو يعني مراوغة في هذا البيان، تبين على أن هذا النظام في الحقيقة يعني ليست له نية إصلاح ولا نية مثلا يعني تراجع على هذا الموقف إلى غير ذلك. وإذا بقي هذان النظامان سواء كان في المغرب أو في الجزائر، فيعني المستقبل في الحقيقة يعني أنا شخصيا متشائم إلى أبعد الحدود. لماذا؟ لأنه سيؤدي بالقطيعة التامة بين الشعبين أو بين البلدين. سيد الطيب تفضل. نعم في عجالة تفضل. لذلك أقول إذا لم يتدارك يعني المصلحون أو العقلاء من البلدين بتدارك هذا الموقف وإصلاحه وفتح كل الملفات العالقة بين البلدين ومناقشتها بكل صراحة وبكل شفافية، فقد نصل إلى ما يحمد عقباه. وهذا طبعا لا أتمناه لنا ولا أنتم ولا كل الشعوب شعوب البلدين. سيد طيب الغلوفي، إلى أي حد كان ممكن للنظام الجزائري أن يسقط بقية الحسابات أمام الحساب الإنساني اليوم مع المغرب؟ وهل من أمل من أجل أن تصلح العلاقات؟ شوفي كما قلت أنا في أول مداخلة، الجانب الإنساني والأخلاقي مقدم على الجانب السياسي، وحتى مقدم. ولذلك كان المفروض على الجزائر، مثل ما كان المفروض على المغرب، أن تنجد الجزائر في موضوع الحرائق وتكون الأولى التي تصل إلى الجزائر. كان الجزائر الأفضل والأولى والأحق أن تكون أول دولة مساعداتها تصل إلى داخل المغرب، مش فقط إذا طلب مني. لن يطلب مني لأنه هذا مواد ميت والأخيات، يعني تريد الناس تتسول. الإعانات لا تتسول، الإعانات واجب الأخ على أخيه.
ولذلك كنا ننتظر أن المغرب الجزائر تقول أنا على الحدود أو 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 أو, أو يتم التواصل مباشرة. نحن نريد أن ندخل الآن بالفرق إلى إلى المناطق المتضررة. يعني هذا الأول. ثم أيضا حتى سياسيا عبرين حتى سياسيا نحن الذين نطالب بالحرية والديمقراطية نعرف أن هذا الخلاف ما بين الدولتين الكبيرتين في المغرب العربي هذا الخلاف أولى ضحاياه الديمقراطية. لأنه كلما تتكلم المعارضة في الجزائر يقولون أنتم تستهدفون الجزائر وهي في حالة صراع ومواجهة مع نظام المخزن. وفي داخل المغرب كل من يحاول أن يعارض يقول له أنت تهدد الوحدة الترابية للبلاد. يعني ما أغنانا عن هذا الصراع تعبريني كلمة التافه. نحن لا نريد هذه الصراعات. ثم شوفي كل الدول الآن البريكس الاتحاد الأوروبي اتفاقيات نفط في شمال أمريكا كل الدول تجتمع ومنطقة المغرب العربي تتفرق. لماذا؟ نتيجة هذا الصراع. هذا صراع مفتعل ويراد له لقمع ومعناها إيقاف المطلب الديمقراطي والجماهير الجماهير التي خرجت في الحراك الجماهير اللي في تونس خرجت تطالب بالديمقراطية في المغرب أيضا كلهم يرون هذا الصراع صراع موهوم وهو يخدم السلطات أكثر من يخدم الشعوب. والعلاقة أنت في أوروبا تجد العلاقة ما بين الإخوة المغاربة والإخوة الجزائريين على أفضل ما يكون يصلون في نفس وربما هذا ما تبدأ جليا اليوم في فتح الخطوط في المغاربية. سيد أنس أختم معك بهذا السؤال. اليوم بدأ جليا أن المغاربة والجزائريين على خط واحد على شعور واحد على محبة واحدة في الدموع التي سالت من الرباط وسالت من مدن كثيرة في الجزائر. هل ما زال هناك أمل في أن ترسم استراتيجيات البلدان وفقا ل يعني رؤيه الشعوب وليست رؤيه الانظمه؟ فقط هناك حقيقه وفي عجاله بما ان البرنامج الان في اخره اريد ان اشير الى مساله تتعلق بالاعلام كم هو مؤثر في رأب الصدع كم هو مؤثر في جمع الكلمه. يعني ما تقوم به المغاربيه اليوم وانا اشاهد برامجها تخيلوا لو لم تكن موجوده المغاربيه في هذا التفاعل ونقل هذه الاتصالات المباشرة. أنا شفت يعني التلفزيونات الرسمية في منطقة شمال إفريقيا ولا ربما يعني إشارات هكذا خبر عاجل وبعدين يعودون إلى برامجهم وكأنه حتى في الجزائر يعني ما فيش هذاك التفاعل. تصوري لما يكون يعني دور مثل ما تقوم به المغاربية الآن هذا مصاب جلل هذه يعني التفاتة ليست عادية ينبغي أن نسلط عليها الضوء وأن تكون فرصة ذهبية وثمينة لإعادة جمع اللحمة وإعادة جمع الناس على بعضهم. وفعلا يعني مشكورة المغاربية يعني الحقيقة كمنبر وأنا أتابع الفضائيات اليوم الحقيقة يعني أبلت بلاء حسنا يعني حطت كل ثقلها وهي مصيبة تستحق ذلك سواء بالتحريض سواء بتشجيع الناس على الدعم المادي والمعنوي على توصيل الناس. تصوري لو كان عندي 5 أو 6 تلفزيونات بهذا التأثير بسرعة راح نشوف هذه الشعوب صارت يدا واحدة وصوتا واحدة لتنطلق إلى مشاريع كبرى مستقبلية. وأنا لا أسمح لهذه الصورة البائسة أن تتسلل إلى نفسي من كون الجزائر غير قادرة على أن تلعب. رغم الصورة البائسة الجزائر ما زالت قوية. احنا ما نش مختلفين مع النظام لما يقول الجزائر قوة ضاربة والجزائر دولة قوية. النظام ما هوش يبالغ ولكن ما هي مفاتيح القوة؟ ما هي السبل التي توصل إلى قوة الجزائر؟ هنا النظام أخطأ الرمية. هو يريد للجزائر أن تكون قوية بسيستام فاسد بنظام فاشل. الجزائر إذا كانت قوية بمعايير القوة التي لا يسمح وقتك الآن
ستكون مفيدة لنفسها، وستكون مفيدة لدول الجوار، وستكون مفيدة لدول العالم، لأنها جزء من يعني يؤثر ويتأثر. معقول هذه الدولة الكبيرة وهذا الاحترام الذي تحظى به مقارنة بجيرانها؟ الجميع ينتظر منها النصح، الجميع ينتظر منها الإرشاد، الجميع ينتظر منها المساعدة، ولكن فاقد الشيء لا يعطيه. دولة ما زالت تتكلم على العدس وتتكلم على اللوبيا، ليس لأن الجزائر ضعيفة، ليس لأن الجزائر فقيرة، النظام الذي يقود الجزائر هو الضعيف، هو الفقير، هو اللي تائه. الجزائر بوصلتها ليست تائهة، وإن شاء الله يجي اليوم اللي تستعيد فيه الجزائر وجهها وبريقها اللي تنطلق إلى الأفق، ونأمل ذلك. ويكفي إن بوصلة الشعوب غير تائها، وقد رأى الشعباني نفسيهما في مرآة الأخوة اليوم. سيد عبد الله أنس المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك، كنت ضيفنا من الاستوديو. الشكر موصول لك سيد جاب الله صايغي الناشط في الجالية الجزائرية من موريال. الشكر موصول أيضا للسيد طيب الغيلوفي الكاتب والباحث في الشؤون المغاربية، كان معنا من لندن. مشاهدينا، حتى نغوص معكم في عمق قضية جديدة، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. نترحم على ضحايا زلزال المغرب الشقيق.